يلتقي في الرابعة عصر اليوم مصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر أمام فريق الطيران في مباراة ودية هتكون في الكلية الحربية قبل سفر الفريق إن شاء الله البورسعيدي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد لتجهيز طبعا الفريق للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر. واستقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على خوض أكثر من تجربة ودية خلال المعسكر المغرب والاحتكاك يعني فرق قوية ومدارس تدريبية مختلفة وذلك اكتساب الخبرات اللازمة قبل انطلاق دوري المجموعات طبعا دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لنادي المصري. من المصري نروح للإسماعيلي اللي حصل كابتن حمد إبراهيم المدير الفني الحالي للفريق على عقد عدة جلسات فردية مع اللاعبين الكبار خلال التدريبات الماضية من أجل لم شمل الفريق وتحفيزهم بقى للعبور بالإسماعيلي إبار الأمان من الأزمات اللي بتواجه طبعا فريق الإسماعيلي. وبيسعى حمد إبراهيم لإشراك اللاعبين الكبار في قراراته الإدارية داخل الفريق وتنظيم يعني سير المران والعمل على تذييل أي عقوبات وصعوبات أمام اللاعبين الناشئين والشباب واندماجهم سريعا داخل الفريق الأول. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للنادي الإسماعيلي الفترة القادمة.